هلا والله يا جماعة، كيفكم؟ صدقوا يا جماعة، لأول مرة أسويها مواعد على الكورنيش. بتجيني الآن من ميلونا. أيوة ميلونا. ميلونا من وين؟ من كوريا. بتجيني الحين وبمسكها وبمشي بها على الكورنيش بعد. اصبروا شوي الحين تشوفوا. أيوة نتأكد الأمور طيبة. أيوة علاجية قالت 4:30 4:30 5 أكون عندك. وهذه ميلونا وصلت. الله عليك يا ميلونا، شكيتوا ها؟ لا لا تشكوا، هذه ميلونا، هذه ميلونا بنكهاتها. طبعا اكيد ميلونا ما تجلس في الحر، جالسه في البراد والحركات. الله على الحركات يا ميلونا حبيبي. يا ميلونا طبعا ميلونا ايس كريم كوري طبيعي، ولما تاكل الميلونا يقول لك لما تاكله كانك تاكل فاكهه نفسها. الشمام، وهذا جوز الهند، وفي منه فراولة، وهذا المانجا. يا حبيبي يا مانجا. وهذه النكهة الجديدة، اللي جرب ميلونا يمكن ما جرب النكهة هذه الأخيرة، هذه بالموز. أنا بجرب الشمام من كثر ما يتكلموا عنه وبعطيكم رأيي. أنا قلت لكم بتجيني ميلونا، فعلا جتني ميلونا، وانزل الحين أتمشى إياها وقدام الناس جربها الحين وأعطيكم رأيي وبكل أمانة. بكل أمانة، بكل أمانة ها، خد وجرب وقول لي يا محمد إنك صادق، وإن شاء الله إننا صادق ها. بتجربوها وبتحكموا كأنك تاكل شمامة، مفلح شمامة شمام ومبردنها وقاعد تاكلها. جديد شكلنا بندمن عليه. عشرة من عشرة لا يقاوم. وين ينباع ميلونا؟ بعد السنابة هذه راح أحط لكم الأماكن اللي ينباع فيها ميلونا، وجربوه واعطيني رأيكم.